طيب رضوى قولي لي انت عندك فوبيا من ايه؟ من الحيوانات. كل الحيوانات؟ كل الحيوانات، اي كائن اخر غير الانسان بخاف منه. ناس كتير قوي فضلت تقول لي ازاي عملتي المغامرات دي وبتخافي من قطه ولا كده. لا حقيقي بخاف. هسالك سؤال، السؤال ده لو رديتي عليه في 3 ثواني احتمال يعني نفكر ونخليكي ما تنطيش. ياه. قولي لي مين المذيع الاقرب لقلبك من مذيعات برنامج السفيرة عزيزة؟ ده كلهم. لازم تجاوبي. لازم اسم؟ لا حقيقي كلهم. طيب رضوى انت ما جاوبتيش على السؤال فانت لازم تنط. فهنط. لازم تنط. ماشي. هنشوفك بقى لما تنزلي من الطياره ان شاء الله. يلا باي باي. السلام يا رضوى. يا كابتن عملتي قفزه تحفه بجد. حلوه تحفه جدا جدا. اعملك حفله فوق. مبسوطه قوي في الجامب دي حقيقي. هي اللي بتشوف درجات يا جماعه. يا جماعه انا مبسوطه قوي. برافو 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 يا رضوى. والله حاسه ان انا مستمتعه قوي وشايفه كل حاجه بجد. شوفي ايه بس انا حاسه ان يعني شايفه كل حاجه حقيقي بجد. ايه الغزاله رايقه والناس الحلوه سايقه. لازم اللي مجربش سكاي دايفنج يجربه. رضوى الحمد لله على السلامة. شكرا. قولي لي احساسك ايه من فوق وانت نازلة؟ يعني ما كنتش عايزة انزل بجد، انا كنت نفسي افضل فوق حقيقي. عالم مليء بالسلام والجمال. رضوى قولي لي احسن اكلة بتاكليها في رمضان ايه؟ احسن اكلة باكلها في رمضان كل سنة وانتم طيبين بقى. كتير قوي يعني، انا لسه نازله اصلي من فوق فمش جعانه. بس ممكن نجرسكو. بحب النجرسكو. طيب قولي لي كده، كنت بتفكري المغامره هتخلص امتى ولا سبتي نفسك للمغامره؟ سبت نفسي للمغامره تماما تماما بجد. الموضوع حقيقي تحفه تحفه تحفه، وانا استمتعت بقى المره دي. يعني دي تاني مره ليا، بس حسيت بقى ان انا يعني انجويد جدا جدا اكتر ما كنت خايفه المره اللي فاتت. المره دي بجد اتبسطت. اهلا بيكي يا نجمه من السما على الارض. شكرا. وهنكمل حوارنا بعد شويه. اوكي. نجوم السماء.